مشاهدي قناة أبو ظبي، مشاهدي أماسي، مساء الخير. في عيد الموسيقى العالمي لابد ألا أن نكون في قرب الموسيقى. في عيد الموسيقى العالمي لابد إلا أن نقدم النغم والأغنية. ومع عيد الموسيقى العالمي عن قصد أو غير قصد صدر آخر ألبوم أغنيات عربية في الأسواق، فسطع نور الشمس في عالم الأغنية العربية، وصاحبة هذا النور سطعت بموهبتها، بصوتها، بمثابرتها 10 سنوات في عالم الأغنية. والليلة في أماسي صاحبة هذا النور ستسطع في سهرة متميزة مباشرة على الهواء. ضيفة أماسي لهذه الليلة باسكال مشعلاني. ذوبني ذوب في بحر عينيه، مجنونة بيه وبغير عليه. ذوبني ذوب في بحر عينيه، خيالة من وسط حالة سحره